طبعا عودي معكم للمتابعة لليوم الأحد، أول أيام شهر تموز، يلي بيقولوا بشهر تموز بتبوظ المي بالكوز، هيك بيقولوا، يعني في واحد يشرب مي مسقعة من دون ما يستعمل البراد. سؤالي على صفحة الفيسبوك كان مثل ما قلت لكم من شوي، إذا بهمكم رأي الآخرين أو بتعملوا او بتنسوا بتحطوا، يعني بتعملوا انتوا رايكم، انتوا اللي بتمشوا اللي بدكم اياه، او بتهتموا بانتوا اللي بتحبوه، سيادتكم بنفسكم هي اللي بتطغى. تواصلوا معي عبر الفيسبوك. اما هلا رح نروح نحن وياكم عند صديقنا بشاره يلي ضيفه شادي كاشي، ومعه اليوم نابليون، لشوف كيف الاهتمام بهالبيروكي. اذا انيمال تيلز مع بشاره حتي. صباح الخير جوزيف. صباح الخير لجميع المشاهدين. شادي بونجور. بونجور. نابوليون، شنو هو نابوليون؟ ديكور كاكاتو. ديكور كاكاتو، عم قولها صح؟ اليوم في عنا حلقة مميزة مع نابوليون، بقى نحكي عنه وعن كيف نهتم فيه. وكان في عنا بالأسبوع الماضي قبل ما نختم الفقرة حكينا عن حدث مميز صار بالنادي اللبناني للطيور الناطقة. كان في عنا تجمع شو صار مزبوط احد الماضي؟ مزبوط، عملنا تجمع للطيور، هذا اول تجمع لنا. حبينا نعرف اللي ما بيعرفنا اوريدي على الطيور اللي عنا على الريسكيوز، حبينا نجمع محبين الطيور مع بعضهم، نقضي نهار حلو ويشوفوا الشغل اللي عم نعمله. نحن طبعا كان في عنا كاميرا طلعت على الحدث لفوق صورت، وهلا رح نحضر سوا فيديو رح يمرق معنا على شاشه تنشوف فوق شو صار، رح تخبرنا بذات الوقت عن الطيور اللي بينت معنا والضيوف اللي كانوا معنا على عم بزوروا النادي. كانوا هيدا نابوليون، هيدا نابوليون يلي معنا اليوم على الهواء. وهون كان مع العالم كلهم حوله، عم يتفاعل معهم بطريقه كان كبير، مرتاح مع العالم، عم يتسلى، كان عم يلعب مع الكل ويحكي مع الكل. هيدا جوردن، سبق طلع معنا بحلقه من قبل. اوكي، هيدا كايا. هون الايفنت انعمل هو بهدف شو؟ الايفنت انعمل بهدف انه تعرض الطيور عندك للتبني ولا لا. شو كان هذا؟ نتعرف على كمان عالم ممكن يتبنوا عنا، بركي نلاقي بيوت منيحه للطيور اللي هي كمان ريسكيو. عم نشوف عدد طيور كبير عندك. ايه الفكره انه بنجرب نلاقي لهم بيوت منيحه قد ما فينا، وحبينا يجتمعوا مثل ما قلت محبين الطيور مع بعضهم ونتسلى نهار حلو. هيدي كايا. وتبنى حدا وقت الطير عندك لما كنا فوق؟ مش بوقتها، لانه العمليه بدها وقت مثل ما بتعرف، بدها اجراءات، بدها انترفيوز، بدها هوم تشيك وهيك. هيدا مسيو اوسكار صار له 3 سنين. كمان نتف بطنه شفناه مثل ما لانه كان تروماتايز، لانه كان شوي مهمل ومش مبسوط. وهدول شنو هم العصافير اللي عم يقولوا؟ هو اللي فينيكس وهايكو. هايكو شنو هم هدول؟ هايكو كاكتيل. كاكتيل هو بدله صغير ما بيكبر؟ هيدا حجمه ما بيكبر. وهيدا مين هيدا صاحبه؟ هيدا مايك اللي طلع معنا اخر حلقه. وهيدي شوي لمحه عن الطيور البريه اللي بنخلصها وبنساعدها. يعني فوق الطيور اللي عندكم اياها للانقاذ، عم نحكي عن الببغاء والطيور الاليفه واللي وايلد كوت ملقوطه من البريه، في كمان طيور بتكون عم تخلطوها وتفلتوها؟ نعم اكيد، اللي بصح بنعالجه بنهتم فيه، بنعمل له مثل اعاده تاهيل، وبنرجع اذا صحته منيحه وبيقدر يطير، واغلبيه الطيور مهاجره بنرجع بنفلتهم اكيد. مثل اي حالات مثلا ما معنا؟ في كان عندي اسمه الجولدن سبوتد جريتر سبوتد ايجل، العقاب الارقط الكبير. حلو، هيدا كانت قصه من احلى قصص سكسس عندنا، انه صح على الاخر وقدرنا فلتناه، وكان معه كمان كذا صقر، وكان معه فلتنا كثير الحمد لله، رجعنا كثير على الطبيعه. قديش اخذ وقت حتى يتفلت صقر يرجع؟ اخذت العمليه اكثر من 5 اشهر. 5 اشهر اعاده تاهيل، وهيدا بده محل واسع تيتعلم يطير. لانه اول شيء بدنا نبلش بالعلاجات، نحن بنعمل اكس ريز بنشوف شو قصتهم، شو وضعهم، قديش حجم الاصابه، بعدين بنبلش نعطي العلاج المناسب اللي هو الطبيب البيطري بيوصفه. بعد ما يصحوا بنرجع نعودهم على الطيران، نعودهم يتصيدوا، نرجع نعطيهم الاكل اللي هن بياكلوه بالطبيعه، يرجعوا يقووا العضل تبعولهم. بس تعودهم يتصيد يعني بتحط له طريده يرجع يتصيد؟ نعم. بده محل واسع كثير تيلقطها كمان. نرجع بنشجعهم على الغريزه تبعته اللي هي بالطبيعه، بنتاكد انه قادر يرجع يتصيد لوحده، قادر يرجع يطير، عصبه قوي، عضله قوي، وبنرجع مفلته. اوكي شادي، موضوع الانقاذ هو موضوع كبير. اليوم بنابوليون، نابوليون فيك تخبرنا بمختصر كيف اجى لعندك؟ نابوليون اجى لعندي لانه الاشخاص اللي اشتروه
ما كانوا عارفين قديش الكاكاتوز بدهم عناية. يعني هذا في ناس كان عندهم طير بالبيت لقوا حالهم ما قادرين يهتموا فيه، ما كانوا عارفين قديش دافعين حقه، هذا على الارجح مبلغ كثير كبير حتى جابوه واضطروا يتخلوا عنه وخسروا مصاري. هلا صاحبه كان يعني ما قدر، حب انه اختار وثق فينا انه نحن نهتم فيه، يا يضل عندي يا يلاقي له بيت مناسب، لانه بيعرف نحن قديش مهتم بالطيور، ما بده كان بصراحه يتبهدل الطير عن جديد. هل قد ايه صعب نهتم بعصفور؟ انه عصفور مسؤولية كتير، والكاكاتوس متطلبين أكثر بكتير من غيره، من أكثر الطيور الببغاء اللي هن متطلبين. يعني بس اللي متطلبين متطلبين كشو؟ عندهم طاقة وعندهم نسبة حركة كتير عالية، بدنا نطلع لهم إياها، بحاجة لقفص كتير كبير. قد هيدا ولا؟ حتى أكبر. ومع هذا القفص بحاجة ليكونوا برات القفص أغلبية النهار. كيف بنعرف بس معلي عن القفص، كيف بنعرف إذا حجم القفص مناسب للببغة ولا صغير؟ على أي أساس بنعتمد؟ على طول الببغة ولا على شو؟ لا شغلة كتير هينة، بده يكون قد مرتين قد فتحة جوانحه. عم نحكي عرضه وطوله؟ عرضه وطول، بده يكون عنده مجال يفتح جوانحه على مرتين. وللارتفاع تبعه كيف نعرف كيف بيكون؟ قد ما عالي وقد ما كبير القفص قد ما أحسن. أوكي. وكم ساعة يوميا بده يمضي برات القفص الكاكاتو؟ عم نحكي تقريبا كاكاتوز قد ما فينا، يعني كاكاتو اذا حدا بيشتغل كل النهار برات البيت وما في حدا البيت ما تربوا كاكاتو، ما بيتربى، بده حضور معه اغلبية الوقت وبده يطلع من القفص اغلبية النهار. طيب اذا واحد عنده شغل وحياة يعني ما في يجيب؟ لا ما يجيب كاكاتو افضل. واذا ما عنده شغل وحياة ما في ربي كاكاتو يعني؟ مش هيك الفكرة، انه بده يكون عنده كتير وقت، بحاجة لوقت فعلي حده معه. شو السبب حتى هالقد بده اهتمام اكثر من غيره؟ هن كتير ذكية، ذكيهم يعني أكثر من غير بيردز، حتى الطاقة الموجودة عندهم كمان يعني بتستلزم أنه نستعملها، نطلعها طاقة جسدية وطاقة فكرية، حتى طاقة فكرية يعني بده يعمل شيء، بدنا نشغل له عقله كمان، مثل ما جسمه بده يشتغل عقله بده يشتغل، وإلا بيزهق ببلش المشاكل. هلا هدول الألعاب كلهم اللي عم جابوا معك هن مشان يدمرون يلعب فيهم؟ في حدا مره اتصل فيي عم يشتكي انه عنده ببغاء كسر اللعبه، وهذا المفروض ما فينا نعلمه ما يكسر اللعبه. اللعبه المفروض تتكسر، يعني ليك قديش الكاكاتو بده العاب كبيره. فيك تخبرنا عن اللعبه شادي؟ ايه هيدي من الالعاب اللي بتحفز الكاكاتو او العصافير الكبيره جسديا، يعني بيقدر بيعربش علي، بتلقط، بيعمل اكسرسايز، بحرك اجريه، بحرك راسه، وهو اللي بيتكسروا كلهم مع الوقت. هاي قد بياخذ معه وقت يكسرها مثلا عصفور مثل نابوليون؟ حسب كل بيرد، نابوليون يعني هيدي مثلا بتاخذ معه جمعه بيكون فرمه. ايه مرات ما بتضاين جمعه. هلا الفكره نابوليون عم تاخذ معه وقت اكثر لانه صرنا عم نعطيه نشاطات اكثر بحياته، سو ما بقى بحاجه يقضي كل وقته عم بكسر بس. اوكي. بس اذا الطير كثير زهقان يمكن بتاخده نهار بشيلها كلها. وهيدي عم نحكي في منها كذا قياس، في عنا القياس هيدا وعندك القياس الضخم. ايه عم فيني احملها هيدي بصعوبه لانه بدها عضلات. هيدي بتضاين اكثر. هيدي بتضاين اكثر. وهذا الخشب من النوع القاسي اللي بده يقعد يفرم فيه حتى يكسره، عم بتخيل هيك عصفور اذا كان بالبيت. وهيدي الهيلة الصراحة صارت عندي بالبيت، عندي بارت قده عمرتين ثلاثة أكل شقفة من الكنباية، عم بتخيل عصفور إذا حدا انفلته بالبيت وتركه بحريته كلها سوا بلا ما يكون عم براقبه ملا مصيبة بتصير. مزبوط. طيب قلت لي شادي في عنا اليوم ألعاب تحفيزية ذهنية. أوكي طيب خلينا نشوفهم سوا هدول. هيدي اللعبة شو هي أول شيء؟ أوكي بتحب الجوز واللوز؟ ايه جرب طلعه. اوكي خلينا نطلع سوا. في عنا هيدي هون بتبرم، هي بتتعلق بالقفص، بتتعلق هي بالقفص من هالميل. اوكي وهيدي بتبرم وجوا في حبوب الجوز حسك تحطها هيك كمان اذا بتحب تخليها جالسه. اوكي حسك عم تتحصن هلا تشوف اذا بعد ايه خلينا نشوف. نابوليون سبقك علي على فكره. اوكي بتبرم. في فتحات هن شكلهم مثل بعضه، بس جرب شيل اللوز والجوز اللي بقلبه. عم جرب بلا ما تكسرها. هلا المشاهدين بحسوا هو برافو حلينا اول طلعت. وحده ف ظبطت فينا اكلها لهنا صحتي. اوكي هاي طلعت مش كله مثل بعضه. عم تقول لي حلو كثير هيدي، يعني اذا العصفور طلع اذكى مني بالخبريه طلعت فتحت، فاذا الوحده بتفتح طلوع وحده بتزحط كل وحده بتنسحب بطريقه معينه.
الطير بيضطر كثير يفكر تحتها. برم وهيدي كيف، وهيدي كمان تفتح لبرا، هيدي كمان تفتح لبرا. اوكي هيدي احد الالعاب اللي بدنا اياها. وبتتفاجئ انه بسرعه كثيره بيتعلم كيف يفتحهم كلهم. هو كمبدا ما مفروض عصفور عايش بقفص وما عم بيطير ما عم يعمل شيء ينترك كحدة التلفزيون يعني. هاي الفكره بدنا نلهي، هيدي بتضيع بيقضي كثير وقت فيها. طيب وهيدا لعبه ثانيه. هي بتتعلق بالقفص من فوق بتخيل مظبوط؟ كمان اوكي، وهيدي في عندها من هون هي بتفتح شكلها كمان في بقلبها لوزه او جوزه. اوكي وهون في مثل مفتاح بده ينبرم. هي ظهر لبرا كيف ظهر بفوت لجوا. هيك صعبة ها؟ بعدها ما فتحت. بعد ما فتحت. فتحت. ولا. جوا بيرجع يعني بيطلع لك الجايزة. كمان بال... كمان بجريدة لفافا. بحبوا جرايد بيلعبوا جاي نعمل له زيادة مثل نصعب له إياها. جريدة فاضية. مبروك تربح معنا لعبة. جريدة فاضية حاطط لي على كل العادة. طلع له جريدة. وهيدي اللعبة الأخيرة اسمها بارل أوف فان. تطلع لفوق وهيدي كيف تنفتح هيدي هيدا نشوف هيدي تخيل بدها برم تنفتح وحتى جوا بالداخل الجوزة مخباية داخل أمه بده يتعذب تيشيلها لبرا فيها حبوب فيها الأكلات تبعه للعصفور. طب هيدا لأنه هن بالطبيعة بيدوروا على أكل بيقضوا ساعات بيدوروا على أكل بيبحشوا بالتراب بيبحشوا بالشجر سو مش دغري اكلهم بيكون حاضر هول كلهم بتساعدهم يقضوا وقت اكثر يعني بتذكرهم بغريزتهم اللي هي بالطبيعه بس ليك شو رايي يا شادي كثير رايق بتقلي بده كل هالتحفيز هذا اذا واحد ما حفز وبيقعد رايق بالبيت ما بيعمل شيء ري هلا لانه اوريدي صار عم ياخذ وقت كثير اتنشن كثير عم يطلع من القفص صار قفصه اكبر عنده كثير العاب انا بحكم شغلي بيقضوا كل النهار معي العصافير سو عنده على طول عنده رفقه وعنده رفقه غير عصافير. طيب شو ممكن يصير اذا واحد ما لعب وما ظهر وما عمل هيك شو معقول يصير معه؟ اول شيء بيعصب كثير بيصير شرس بيصير عنده عصفور معصب مش طايق حاله عم بيعض. تاني شغله هي بعدها مقبوله شوي فينا انه نقول فينا نهرب منه. تاني شغله هي الصريخ الكاكاتو معروف انه صوتهم كثير عالي وكثير بيصرخوا اذا ما كانوا مبسوطين يعني نابوليون السبب اللي الاساسي اللي اجى لعندي هو صريخ انه كل الحي وكل الجيران اشتكوا من صوته لانه ما كانوا قادرين يهتموا فيه. في عنا فيديو رح يقطع هلا مع صوت رح نسمعه سوا عن كاكاتو لقيت الفيديو على الانترنت عم بصرخ خلينا نحضره سوا لنشوف قديش ممكن هيدا العصفور يكون بطلع ضجة. ما بتخيل الجيران بكونوا ممنونين ابدا مع هيك ضجه اذا لا ابدا اذا عايش بابارتمنت وما عندك وقت له رح يصير في مشاكل. شادي هذا العصفور بيطلع ريحه بالبيت؟ بيطلع ريحه بالبيت؟ ريحه اذا ما نضفنا له بس في مشكله اكبر من الريحه. شو مشاكل الاكبر من الريحه؟ تحذر قشره وغبره. غبره؟ يعني اذا عندك غبره بيطلع غبره بالبيت ولا لا هن جسمه بيفرز غبره ايه؟ كثير بيفرز قشره. جسمه بيفرز غبره وقشره يعني بدل كل نهار تنظيف وراه كل نهار تنظيف. وفي المشكله الاكبر من هيك انه اذا حدا عنده حساسيه ايه؟ ممكن تاذيه. كيف الواحد يعرف قبل ما يجيب عصفور بهالحاله بده يزور طبيب ويتاكد؟ بده يشوف طبيب ويشوف اذا معه حساسيه. يعني صار الواحد حتى يجيب عصفور بده يعمل شهاده دراسه يعمل شهاده طبيه صار فعلا اقتناء مش لهالدرجه بدها شوي دراسه اكثر بدها ريسيرش اكثر ويعمل وجبته ويشوف اذا هو قادر لهالمسؤوليه ولا لا. اوريت انا اللي عم جرب اقوله انه الواحد يجيب عصفور اليوم على البيت هو شغله كثير حلوه خاصه اذا كان الطير اللي عم نجيبه هو طير عم نخلصه من حاله صعبه كان عايش فيها بس بنفس الوقت اذا الواحد عمل فوبا يعني غلط متسرع بالموضوع ممكن يوصل لمرحله يندم
وممكن كمان العصفور يوصل لمرحلة يصير في عنده أذى دائم، يصير بده وقت يرجع يتصلح. فهذا العصفور حتى الواحد يكون بده يجيبه، يكون في عنده عائلة، بده يكون في عنده مساعدة، ناس يساعدوه تقدروا يعطوه هالانفايرومنت، هالبيئة الحاضنة للعصفور. نعم، بس بده تكون شغلة كمان انه كل العائلة بده يكون عندهم خبرة يتعاطوا معه، لأنه ممكن إذا ما عرفوا يتصرفوا معه بطريقة مضبوطة ممكن يعضهم. نابوليون كان البيت اللي موجود فيه ما كان عارفوا يتصرفوا معه، عض الأولاد بالبيت إزاهم، صار في مشكل كثير كبير، عض كذا حدا عمل لهم إصابة قوية لأنه ما عرفوا يتصرفوا معه. هلا لكل شخص عاوز مساعده طبعا في يتصل بالرقم يلي مرق على الشاشه، وفيني اعطيه انا ارجع رقمه لشادي يحكي معه، وفي كمان يلاقي البارت كلوب اوف لبنان على فيسبوك. شادي ميرسي كثير. نابوليون بدنا نشوفه قريبا مع هارنس. ميرسي لك، قريبا برات القفص، برات القفص، ويكون معنا بعد بحلقه مقبله، ونحن مشاهدينا بنرجع لعن جوزيف. تانكيو لك بشارة، تانكيو شادي. حلقة جديدة من أنيمال تيلز الأحد الجاي. رح ناخد بريك وبعدها بنعود للمتابعة مع هبة. واحد اثنين ثلاثة.